من التعاونيين حتى الآن عرضية راسية مضبوطة. برافو بوغاش يسجل. بوغاش لاعب القادسية والنصر واليوم للتعاون يسجل في مرمى الفريق الأهلاوي. كرة راسية جميلة جدا جدا جدا. إذن كرة من الكرات الحلوة الحقيقة اللعبة بالرأس من الحاج بوغاش لاعب التعاون. شوف عادة لهاج جميلة جدا أمام المرمى. 43 هدف سجلت بالرأس حتى الآن في دوري زين. هذا هو الهدف 44. حلوة جدا ومباغتة وملعوبة بشكل جميل. إذن التعاون يتقدم على الأهلي بهدف للأشيل. سنشاهد نصف ساعة قادمة أكثر حلاوة. محاولة للجزاوي يحاول إعادة بشكل جميل. ركلة جزاء للأهلي. ركلة جزاء أهلاوية. ركلة جزاء أهلاوية وبالتالي ربما شوف بطاقة صفراء هنا واعتراض. الاعتراضات بالتالي لا تفيد. الركلة الجزاء لصالح الفريق الأهلاوي. هناك 28 ركلة جزاء حتى قبل مباريات اليوم. هناك 7 مهدرة منها. شوف إعادة حلوة اللمحة. ركلة جزاء الحكم عند الحكم لكن الحقيقة لا ركلة جزاء. أبى تلقف ركلة جزاء على التنفيذ. محاولة حلوة بهدوء لعبها على يسار حارس المرمى وعاد الأهلي التعاون بركلة الجزاء 29 حتى الآن في دوري زين في مباريات اليوم. إذا 1-1 تبقى 10 دقائق. هل يبحث الأهلاوي فيها عن هدف ثاني بعد ضغطه المتواصل على مرمى التعاون؟ إذا موراليس يعدل الامور بالنسبه للاهلي. على اليمين روزيك يمرر كره لليمين انطلاقه للتعاون عرضيه. التعاون يتقدم. تصلح للتعاونيه اليوم ولا يزعلون اهل الرايد. التعاون ما بمثله بلدستين بس لا يزعلون الرداويه. عموما 2-1 لصالح التعاون. لكن انا اقول فيه الرائد فيه الحزم في كثير من الفرق الحلوه بس على هاللعبه ما بمثل بلقصيم. حلوه من التعاون. هدفين لهدف وكره جميله وبهدوء يتقدم فيها التعاون على الفتح. شوف شلون ملعوبه. كره جميله مصنوعه بحلاوه والتعاون يسجل الهدف الثاني. حلوه التهيئه حلوه التسديد وفي وقت مزعج جدا للفريق الاهلاوي.